انا عايز اجرب حاجه تانية، لان هو المفروض طالع مظبوط. تعالى هنا نشوف البلاير واشغله كده از او اوبن على طول كده، ادوس بس اوبن. هو عنده مشكله هنا. طب والسكور، تعال نشغل السكور. واحنا بقى ونصبنا فك السكور، ما هو ده مش شغال. السكور ما هيعمل لي برضو مشكله. بس تعالى ندخل جوه السكورم كده واشغل فاينل ونشوف شكل الفاينل ده المفترض. مي بي موفد اديت اور ديليت، يعني هي الحاجه جوه مضغوطه. ممكن افك الضغط بس هتبقى هي، ما هو ده المضغوط بتاعه. طب تعال نحطه على البلاك بورد ونشوف. هو ما فيصلنا بقى البلاك بورد الان، لان احنا عايزين ان احنا ناخد الداتا بتاعتنا جوه مكرر. هو اللي احنا اخدناه شغال، قد يكون بقى هو زي ما حطيت لك لوجو او هوت او ماركر عليه انه يقول لك ان ده مجاني، ممكن يعكسك برضو في حاجات تانية. ولكن انت شفت برمجيا امورنا كلها تمام. وحتى الحاجات القديمة اللي احنا كنا بنحطها ممكن اشغل لك منها حاجات تلاقيها ايه كسكورمات جاية من كامتاسيا تمام. تعال هنا الدروس المحتوى، تعال نشوف بقى في الوحدة الأولى مثلا، نحط هنا السكورم ده إضافة حزمة سكورم، ونقول له استعرض لي الملفات المحلية وهات لي سكورم من فاينل. طبعا ما ننساش ان احنا لسه هنجرب طريقة تانية للاكسبورت، يعني اللي هو المضغوط ده هو ده السكورم. وتعالى نبعته على البلاك بورد ونشوف هيتعامل معاه ازاي، يقرا سكورم وبالتالي بقى يقرا تفاعلي مش يقرا فيديو. فبرضه احنا هنأثر عليه كده. اقرا سكورم هيجعله متاحا، نعم السماح بعدد غير محدود من المحاولات تمام. فانا قايل له سكورم، فممكن ده اللي مأثر عليه، فاوكي اقول له ارسال. مش هلعب في حاجة، هشغل بقى السكورم بتاعي ونشوف التأثير بتاعنا. المفترض هنا يشتغل اهو، يلا بينا. بس كده اشتغل لاني قايل له انا عايز سكورم، فهو كده اشتغل بقى خلاص، كده شغال صح. ادي قائمة المحتويات، بس عايز اكبرها لك سنه فول سكرين. ادي قائمه المحتويات على الشمال، تقدر تنتقل لاي حاجه. انتقل للاختبار انا حر، بس انا وقفت عند الاختبار. يا ريتني ما رحت للاختبار لان الاختبار بيقفلني. هقول له تيك كويز، قلت له ترو سبميت، قال لي انت غلطان كونتينيو، وداني اذاكر الموضوع. ايوه اللعب ده، ايوه كده. تعالى كده من الاول، شفت الماركات، شفت الوقفه ازاي في اشتغل. اما السمارت لحاله ما اشتغلش، بس انا هشغله. بس اصبر عليا، هوقف كده، عايز انتقل للمكونات الخارجيه او الداخليه، بعيده شويه. انتقل فعلا المكونات الخارجيه، بس ما حطيتش زر عوده هنا. فاكرين لما قلت لكم عايز ارجع لقائمه المحتويات في اي وقت؟ هنا السكور مشغال تمام التمام، وادي قائمه المحتويات بتاعتي. اقدر اوقفها وانتقل للاختبار واجاوب صح المره دي. من اهم الوحدات الداخليه في الكمبيوتر المعالج. كونتينيو. اختبار جوه الفيديو بيقول لك انت جبت 50 من 50، تكمل ولا تشوف اجاباتك؟ قلت له يا عم كمل. اروح للمصطلحات، شفت التفاعل جوه الفيديو، انت شغال بكامتاسيا وطلعت سكورم، وده فيديو تفاعلي مدمج في قائمة محتويات واختبار، وانا جبت 50 من 50، بس مش عارف الدرجة بقى اترصدت. لا انا مش عامل بريفيو، لو انا عامل بريفيو ممكن الدرجة تترصد، يعني ما فيش بريفيو ليا انا دلوقتي. لازم طالب يدخل، انا استاذ بجرب. وكل حاجة الاشتراك ده شغال، شوف بقى، شوف الهضرة هنا. ايوه، اللينكات كلها شغالة جوه الفيديو بتاعي زي الفل، ما فيش اي مشكلة. واقفل القناة ديت، المفترض هنا
كومبليت فيديو اكمله بعدين. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بيقول لي هنا ار يو شور يو وانت تو انهاء الفيديو؟ لا ريتيرن. فهنا عشانك ما بتمرش على كل حاجه بالفيديو بيقول لك كمله بعدين. طب ما لو قلت له كمله بعدين هيجيب لي من حيث انتهيت ولا هيجيب لي ايه؟ تعال نضغط عليه تاني. هيفهم ان انا هيفهم يعني جابهولي من الاول برضه. بس ما انا كنت يعني خلصت وانا هسيبه يشتغل. انا هسيبه يشتغل كله عشان يمر على كل المراحل بتاعته. انا برضو عملت ما سميتوش فاعطيني انتايتلد فوق ودي غلطه. خد بالك يعني هنا اعطيني انتايتلد براه ودي غلطه. كمل الفيديو. وديت التشابتر بتاعتي اللي هي المحتويات، مكونات الكمبيوتر، المكونات الخارجيه، المكونات الداخليه، المصطلحات الاختبار، هل الدر اللي هنا ده السبيد سرعه الفيديو. وانا عندي مارك في كل حته، في كل حته الفيديو متقسم. ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه وهكذا. ده عشان قلت له انا عايز ريدنج مانجمنت سيستم ظبطه لي كله سكور. ده وقفنا عند الاختبار، ما ينفعش اتخطاه. تعتبر ماس من الداخليه اقول له غلط. قال لي برافو عليك تمام واداني الفيدباك اللي انا حطيته في الاول. الوحدات الداخليه في الكمبيوتر المعالج انا كده جبت 100% 100% تو كوركت اقول له كمل. خلص الموضوع بتاعي، انا كده كملت الفيديو بتاعي. هسيبه يكمل. لما جه الاختبار جاوبت. ايه الفيدباك بتاعكم للي احنا عملناه؟ ادي على البلاك بورد كل ما عملناه بكامتاسيا دمجناه على البلاك بورد. اختبارنا شغال، قائمه التفاعلات شغاله، حتى الاشتراك زر الاشتراك فتح لي اليوتيوب في الاخر. فتح لك اليوتيوب في الاخر، ايه المشكله؟ ما فيش فيه اي مشكله. شغله لي برضو. فاكمل النهايه وشغل الجرس. هيبقى شكله جميل جدا لو شلنا العلامه المائيه. ماشي الكلام. وانا كده انهاء الفيديو انا كده كملته، كده يحسب لي انك كملته. بيقول لي خلاص انت 100 100 انا كده كملته فعليا، كده كملته فعلا. تعال جرب الطالب هيعمل ايه. تعال ندخل معاينه الطالب على الكامتاسيا فيديو ده اخر واحد، على الدروس التعليمية، على الوحدة الأولى، على الكامتاسيا فيديو كورس. كان اسمه كامتاسيا فيديو كورس. أنا داخل بمعاينة الطالب، الطالب ده هيشغله. ماشي الكلام. هيسيبه يشتغل وهجاوب على الأسئلة عشان أنهي كما أنهى الطالب وأشوف الدرجة بتاعته هتظهر للطالب ولا لأ. طبعا انا في الاثناء ديت والطالب شغال انا عايز الفيدباك من حضراتكم او اي اسئله انتوا عايزيني ادعمكم بيها، لان انا كده كملت المشروع باكمله وحطيته على البلاك بورد. اذا انا استخدمت الكامتاسيا واخدته على البلاك بورد. فاي حد لو الامور واضحه ليكم قول لي واضح واحد، لو في مشكله ما حصلتش قدامنا عرفني برضو. تمام. سيب الفيديو يشتغل. طبعا التسجيل موجود، التسجيل هيفيدك جدا. وهحل لك انا مشكله بقى السمارت بير دلوقتي قبل المغرب، لاني هاكسبورت بس مش ليرنينج مانجمنت سيستم. ماشي. انا هوصل للاختبار بعد ثواني عشان انا عايز اعمل كومبليت. الطالب يعمل كومبليت، فانا عايز الطالب اللي هو اللي عامل بريفيو ده هو اللي يوصل ان كومبليت تم، تتحول الزر الرمادي اللي فوق ده الى زر ازرق وكده. فانا تعتبر الماوس من اهم المكونات الداخليه خطا. كونتينيو. من اهم الوحدات الداخليه المعالج. كمل. استمر. قال لي انت اجابتك كده، عايز تشوف الاجابات. وتقول انا مجاوب صح ومذاكر. المفروض لما تكمل للاخر هيغير لك الزر ده يخليه الى اللون الازرق لانك مريت على كل المراحل. ناقصنا ايه في المشروع ده عشان يبقى 100 100؟ انك تعمل زر دائم مع الخلفيه عوده الى قائمه المحتويات، عوده الى قائمه المحتويات. كده احنا خلصنا الفيديو. الزر ده هيتغير اوتوماتيك ويجيب لك زر تاني انك تضغط عليه انك اكملت. عوده الى قائمه المحتويات ده مطلب رئيسي لازم نعمله. هقول له انهاء
متشكرين جدا، هيرجعك تاني هنا. طب الدرجات فين؟ درجاتي درجاتي مفيش درجات هنا، أداة درجاتي مش موجودة، إن الطالب يشوف درجاته، فين درجاته؟ مفيش درجات. ولكن أنا نهيتها، المفروض هي تنزل للأستاذ، تعالوا نشوف هي نزلت للأستاذ ولا لا.